ننتقل إليكم إلى فقرتنا الأخرى اللي هي فقرة صباحك يا وطن. مثل ما ذكرت لكم في بداية الحلقة في هذه الفقرة راح نتناول عدة شخصيات موجودة في مجتمعنا العراقي، نحاول نتحدث عنهم ونحاول نشكرهم على جهودهم المبذولة اللي قدموها للمواطن العراقي والبغدادي بشكل عام من أجل تسيير أمر الناس وتسهيل قضية كل الناس والشعب العراقي. اليوم راح يكونون ويانا رجال المرور. كنا نعرف رجال المرور، كنا نعرف طبيعة نظام عملهم، عملهم في الشارع، عملهم بنوع من الصعوبة، لكن نحب نقول صباح الخير عليكم. أنتوا قدها، لولا لما جيت إلى هذا المكان، لولاكم لما راح الموظف إلى دائرته بسهولة. عملكم جدا شاق، تتحملون حر الصيف، تتحملون برد الشتاء والأمطار من أجل الناس، تستحقون كل الشكر، تستحقون كل ما نقدمه لكم يكون قليل في حقكم، لأن فعلا أنتوا رجال. ولولاكم رغم القطوعات ورغم الانفجارات رغم كل التفاصيل والجسور المغلقة والازدحامات اللي موجودة في شوارع بغداد والمحافظات الأخرى، لكن بسببكم وبسبب وجودكم في الشوارع بغداد والعراق قاعد يصير بشكل تام بإنجازكم. أكيد تحياتنا لرجال المرور، وأكيد يعطيهم الصحة والعافية لكل رجل مرور متواجد في الشارع، تحية إله، وأكيد نصبح عليه ونقول له صباح الخير على عيونك على جهودكم المبذولة وتواجدكم في الشارع، ومثل ما قال حسين تحملكم في فصل الصيف الحار وفي الشتاء، أكيد متواجدين من أجل الناس، من أجل تسيير حركة الشارع. بما أنه بهذه الفترة مؤخرا نمر بزحمة سير جدا كبيرة، لكن أنتوا تسيروها على المنهاج الصحيح، أكيد تحياتنا لهم. طبعا لابد أن نذكر موقف من مواقف المرور اللي موجودة في الشوارع واللي نشوفه في حياتنا اليومية. استذكرت موقف في وقت من الأوقات أعتقد العام، كانت أكو امرأة عجوز كبيرة بالسن، ربي يعطيها الصحة إذا كانت عايشة لحد الآن. العام انتشرت حتى هذه الصور ومقاطع اليوم على الفيسبوك، كانت تريد تعبر من سايد إلى سايد في أحد شوارع بغداد. فبالتالي هذه المرأة قوة تمشي، خطايا مريضة والعمر وآثار تقدم السن مبين عليها، إذا مشيها راح تمشي توصل يمكن من هذا السايد إلى هذا السايد ربع ساعة ثلث ساعة، سيارات تعيق، بالتالي تعيق حركة سيارات. أحد رجال المرور الأبطال اللي نحب يعني جدا نشكره على هذه المواقف، ومو بس هذا الرجل وإنما كل رجال المرور وكل قواتنا اللي موجودة منتشرة في الشوارع من أجل سعادة الناس، من أجل تقديم كافة الخدمات للناس. إجا وحمل هذه المرأة على ظهره وعبر الشارع في سبيل أولا أن يساعدها وفي سبيل تسهيل حركة السيارات للناس، وهذا على شهامتهم. أكيد هذا أولا الرجال دليل على شهامتهم وشجاعتهم وروحهم الوطنية العالية والإنسانية. أكيد هؤلاء الأشخاص يستحقون كل الثناء كل الشكر كل التقدير على ما يبذلوه كل يوم.